انطلقت اليوم قافلة النصر مقدمة من أبناء مديرية المدينة بمحافظة حجة لأبطال الجيش واللجان الشعبية المرابطين في ميادين الكرامة والشرف. تجسيدا لمعنى التلاحم والترابط بين الشعب والجيش واللجان الشعبية، انطلقت اليوم قافلة النصر من مدينة النصر إلى جبهات العزة والنصر، حيث أعد أبناء مدينة حجة قافلة غذائية وتموينية إلى أبطالنا المرابطين في جبهات العزة والشرف من أبناء الجيش واللجان الشعبية. الأبطال الشرفاء أبطال العزة والكرامة في ميادين الدفاع عن تربة هذا الوطن الغالي، ونقول لهم ما هذه إلا قطرة في بحر عطائكم وتضحياتكم، وسنواصل إمدادكم بأنفسنا وبمالنا وبكل ما نملك. نشكر كل من ساهم، ونقول للأعداء إنا واقفون صامدون لأن الحق معنا وأنتم المعتدون، وإن النصر لنا والله غالب على أمره. وسنبذل أرواحنا ودماؤنا وأبناؤنا وجميع ما نملك رخيصة في سبيل الدفاع عن هذا الوطن، فإما عيش على هذه الأرض بعزة وكرامة، وإلا فباطن الأرض خير لنا من ظاهرها. القافلة مكونة من 50 سيارة تشمل رؤوس أغنام ومياه ومواد غذائية جاهزة، إضافة إلى مبلغ 4,600,000 ريال، وتعتبر هذه القافلة دفعة سيدفعها قافلات أخرى في الأيام القادمة. هذه القافلة التي تسير اليوم من مدينة النصر إلى جبهات النصر بإذن الله، سينتصر جيشنا ولجاننا الشعبية في جبهات القتال، سواء في المناطق المحتلة من قبل السعودية نجران وعسير وجيزان، أو في مواجهة العملاء في الداخل في تعز وفي مارب. ونحن في محافظة حجة مشايخ وأعيان ومواطنين وكل شرائح المجتمع ملتفين جنبا إلى جنب في دعم لجان الشعبية والجيش وفي مواجهة العدوان الغاشم من قبل آل سعود. قطرة من سيل، وسنقدم المزيد والمزيد. هذه القافلة مقدمة من أبناء مدينة حجة الأبطال المغاوير، وهناك كذلك قوافل من الرجال وقوافل من الأبطال. تنطلق هذه القافلة إلى المجاهدين المرابطين في جبهات العزة والشرف، من يذودون بأرواحهم وأنفسهم دفاعا عن أرضنا وأعراضنا. وهذه القافلة ليست الأولى، وبالتأكيد لن تكون الأخيرة. سيستمر الرفض لجبهات القتال بالمال والرجال والغذاء حتى نحقق النصر بإذن الله. لقناة اليمن الفضائية إبراهيم هاشم، محافظة حجة.